كابتن، ايه اصعب رمضان؟ يعني بما ان احنا بنتكلم ان اوقات اللاعب بيتحرم من لمة العيلة، ده احنا بنستنى رمضان عشان لمة العيلة والاكل وعارف الحاجات الطقوس بتاعتنا والقطايف ريقي بيجري قبل الفطار. اصعب رمضان مر عليك، يعني اصعب رمضان انت حسيت ان هو صعب جدا او كنت بعيد عن الاسره او كان ليه طقوس مختلفه؟ هو بص، في رمضانات كتير، لان الفتره بتاعت التسعينات دي يمكن كان الاتحاد بيعمل نظام المسابقات المحليه، كانت بتبقى نظام دورات مجمع، فكان تملي الوقت اللي بيبقى فاضي عشان تقدري تخلصي فيه المسابقه المحليه، عشان انت عندك ارتباطات دوليه مع المنتخب، كاسات عالم واولمبيات والكلام ده كله، فكان بيبقى الفتره اللي هي بتاعه شهر رمضان دي، فبيبقى فيها دورتين او ثلاثه مجمعاتين، فبتلاقي رمضان ده على طول بعيد، انت على طول في معسكر، يا اما كنا نبقى موجودين في اسماعيليه او في طنطا او في بورسعيد او في اسكندريه. يعني تملي كانت بتتعمل، لان كان اربع فرق اللي التملي كانوا بيبقوا في المربع الذهبي، اللي هو بيبقى سبورتنج مثلا، وبيبقى او سموحه، او بيبقى الاهلي او الاولمبي، الزمالك، بورسعيد، الانديه دي. فتملي بنبقى في فتره رمضان دي يمكن ما كناش بنحس بيه خالص، فتملي عندك دوره مجمعه، فكان بيتلعب دورتين او ثلاثه في الشهر، فبالتالي بتلاقي كل رمضان اللي انت في فتره التسعينات دي ما حسيناش بيه. بلس بقى ان احنا كمان بطوله العالم اللي جت دي في توقيت طبعا ان احنا واحنا صايمين، ويمكن خدت ضجه كبيره جدا، ويمكن حتى كان معانا مستر باول تيدمان، ودي اخر بطوله طبعا المدرب العظيم ان هو كان موجود اخر بطوله لعبها. وحتى لما سالوه قالوا له انت يعني ازاي منتخب مصر خسر وكنا يعني مصنفين ان احنا نخش من الثمانيه الكبار؟ قال له عشان كان عندهم رمضان وكانت اللعيبه بتلعب وهي صايمه، فكان يمكن كان عبء علينا كمان في بطوله العالم، ان الناس طبعا هنا الناس بتتفهم، انما الاوروبيين يعني يقول ازاي ان انت تلعب من غير ما تاكل وتشرب والحاجات دي. هل المدرب كان يعني في مدربين تدخلوا في الامر ده، يعني اصروا ان بعض اللاعبين تفطر؟ هو بصي، تيدمان كان حريص جدا ان هو ما بيتكلمش في اي حاجه فيها عقيده، يعني بيحترم العقائد جدا، يعني دي حاجه تخصك، يعني انت عايز تصوم صوم، مش عايز خلاص. بالظبط كده. فهو طبعا لما كان بيلاقينا بنصلي او كان لقينا بنصوم، ما كانش يقدر يتكلم في المواضيع دي خالص يعني. وهم بصراحه يمكن عندهم يعني، يمكن حتى وانا كنت في البرتغال برضو محترف، وكان في شهر رمضان وكان عندي ماتشات ولعبت وانا صايم، نفس الكلام، انت تلعب وانت صايم خلاص، دي حريه شخصيه ليك، انا ما اقدرش اقول لك دي عقيده بتاعتك، ما اقدرش اتكلم فيها يعني. فهم كانوا من الحاجات دي كانت يعني ما حدش بيقدر يدخل فيها خالص، انما ممكن يستفسر، يقول لي ممكن اسال، ممكن تقول لي يعني ايه، طب ازاي تقدر تلعب، اقول له الموضوع روحاني او الموضوع كده، طب انت تقدر ازاي ان انت تقدر يعني الماتش بيبقى محتاج ميه ومحتاج حاجات كده، تقول احنا قبل كده احنا حتى يعني مصر حاربت ساعات اجواء صعبه، يعني لو في افريقيا هتبقى درجه الحراره عاليه جدا. بالظبط. ولا كنت اتمنى اضرب المثل ان مصر حاربت في 73 في شهر رمضان، وقدرنا ان احنا ننتصر في شهر رمضان واحنا صايمين، فاحنا بنلعب دلوقتي، انما هم كانوا بيحاربوا، قدروا ان هم يجتازوا ويكسبوا معركه كبيره جدا يعني. فكنت اتمنى اضرب المقارنه بكده يعني. هي مقارنه قويه جدا، بتدي دفعه كمان. اكيد اكيد.